بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. هنكمل دلوقتي مع بعض اسطوانة تعليم فيديو بصوت وصورة، برنامج سيف فيرجن 12، اعداد مهندس ايمن محمد انديل. هنكمل مع بعض دلوقتي خطوات العمل، ووصلنا عند الخطوة رقم 5، واحنا دلوقتي عند درو بيمز ودرو اوبننج، ويبقى خلصنا الخطوة رقم 5. بالنسبة لخطوة درو بيم او رسم الكاميرات، فهي هتبقى خطوة بسيطة من قائمة درو منيو. برضو هنخش على درو بيمز ولاين ونرسم الكاميرا. هنرسم الكاميرات على الحدود الخارجية، ده الشكل اللي احنا وصلنا له في النهاية. قلنا لو عايزين نشوف درو فيو سيت 3D فيو، عاوزين نشوف الكلام ده في 2D فيو سيت ان بلان. احنا دلوقتي هنرسم الكاميرات على الحدود الخارجية اليمين وفوق. هقول له درو بيمز لاينز، واتأكد اللي هي ستريت لاينز، ومش عايز اوفسيت، الاوفسيت بصفر، والقطاع اللي عندي هو بيم واحد بس اللي دخلته. وارسم من الاول للاخر ومن هنا لهنا. هنلاحظ ان الجزء اللي احنا رسمناه عبارة عن كاميرا واحدة، بس البرنامج بيقسم الكاميرا الواحدة دي عند كل تقاطع مع العمود، فبالتالي بيقسمها لي الى 5 كاميرات. كل كاميرا لها خصائص ولها ميد بوينت ولها منتصف، ودي من مميزات برنامج السيف. عملنا زومنج، هنلاحظ فعلا الكاميرا اتنفذت. بعد كده هنقول له فيو سيت بلان فيو، وهنبدأ نرسم الاوبننج. مقيم الدرو اقول له درو اوبننج. قائمة درو اوبننج انا هستفيد بيها عشان اعمل الفتحة اللي انا هعملها دي هتبقى عبارة عن الفتحة الخاصة بالكور او الشير وول، لان انا معروف طبعا المسافة دي بتستخدم في عمل مثلا اسانسير او عمل فتحات الخدمة او التهوية للمنشأ. فهخش على البرنامج اقول له درو ريكتانجلر سلاب اور اريا. الحالة دي هقول له بلاش سلاب، هات لي opening و unloaded، وهاجي اختار النقط بتاعت الشير رول وهكون الفتحة. طبعا شايفين الفتحة دي حصل لها شيدد او اتلونت بلون تاني غير اللون بتاع البلاطة، ده معناه اللي فيه هنا فتحة اتكونت. لو بصيت الكلام ده على 3D فعلا ظهرت ان دي فتحة ودي علامة الاكس بتاعتها، ويبقى بكده انا عملت فتحة في السقف. عرضها وابعادها بتساوي ابعاد الشير وول في المنشأ.